والله الكريم كريم والطيب طيب. يعني لما الواحد بيشوف هاد السوريين والفلسطينيين اللي كانوا ينصبوا على المغاربة الأمازيغ، الأكشن اسمه الحاجات اللي يبغى المغاربة يعملوها أنه لازم تكون لجنة التوعية. لجنة التوعية هذه تمشي للدواوير، ولجنة تمسك دوك الناس، تمسكهم يا أخي، ما تخليش أي واحد يعطي على كيفه ولا يصدق على كيفه. ولا فيه نظام، فيه دولة، فيه هذا، فكل واحد الحاجات هذه تنرفز الصراحة، تعصب. والواحد يعني بحال ذاك الفلسطيني والسوري اللي كانوا يسبوا كيتصوروا مع الدراري وياخذوا فلوس على حساب التيك توك وما عرفش ايش، هادو خاصهم يتوقفوا، خاصهم انا الصراحة بالنسبة لي انا شخصيا، واظن كل المغاربة لازم يكون عندهم سيف لمحاربة هاد المستغلين هادو اللي كيستغلوا التيك توك، يستغلوا الناس هادو على التيك توك مشاهدات ولا ما عرفش، ولا دوك السوريين والفلسطينيين اللي جاوا من السويد الى اخره. انا يعني الحاجة تعصب الصراحة، تعصب. فانا ما عندي الا الدعاء عليهم ان شاء الله، وكل يوم ندعي عليهم ان شاء الله. الله لا يوفقهم، الله ينتقم منهم اشد انتقام ان شاء الله باذن الله. الله يبتليهم بمرض لا يشفى ولا يعالج، لهم ولأولادهم ولعائلاتهم. اللهم أرنا فيهم قوة